في حدا كمان مش انه بس جرفوا عالم عالم في شخص جرفته السيول من طرابلس لعنا من طرابلس شوف ال... ما بعرف شوف حل هالبلكون من هو معلمي علان درغام يا حبيبي يا علان يا حبيبي يا علان بصوا متعودين على قطع 7 طقات يا حبيبي معلمي انت على راسي شو هيدي انا تفضل 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 هلا بس هلا الهوا جتك عنا على البلكون يا حبيبي ما عليك تمام تمام حبيبي هلا بتتذكرنا نحن ام تي في انا بس باربي للمواس بس بس مين انتو؟ نحن انا عادل كرم وعادل جمال الدين هيدا المبنى ما بيعني لك شيء ما بقول لك شيء هالمبنى كثير مرتب لإلي انه بالعاده انا بالشارع انا وياك بالاوسكار بامريكا مذكرني لا انا بالعواصف على الارض بال جيت لهون على جوجل مابس يعني ما بتتذكر على جوجل مابس انه كان صعب المسافه وشتي ومش عارف الطريق قد ايش صارت صعبه لإلك انك تطلع تتاقلم مع البيروتي مع البي... ايه صرت خلص خلص ايه أنا عم جرب اعمل وراقي 56 يوم بطرابلس قد ايه هو على 56 ليك اللهجه ما احلى 56 لا لحظه ايش بتقول ايش بتقول انت هو كثير كلاس علينا 56 انا وبولا بنقول 56 anyway 56 قطع ال 40 يوم يعني ايش صار منهم هلا بلشنا اوراق في مفاوضات بين اهلي اذا بخلوني انتقل على طرابلس شوف هالفيديو الحلو رجونا الفيديو معلمي 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 انت فاسد على علمي معلمي 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 قلت بصلي دمي ايه الله حيوك وهلا نحن على الموتوسيكل مثل ما نكون شايفين ماشيين على طريق المعرض شيلوا عدولاب شو؟ شيلوا عدولاب بده عيني شيلوا عدولاب ما في بيتزا وباستا او تشيكن وينجز طب انا مش عم شوف شيء من مهضوم اعلان بس يعني مين اللي قالوا لي انا مهضوم انت شو خصك فيه لا تصير طرابلسي حبيبي قالوا لي انا زود طرابلسي لا تصير طرابلسي بدك تكون 40 يوم انا رايي اخي واحد اعلان غير شكر اعطينا كرهين الفوق غير شكر هل مصورين هيك انت وبلال بلال كل الوقت انت وياه صرت عم تحكي طرابلسي كراعين عن جد كراعين قال بلال شغله حلوه مع كل هالتعب والناس عم تعيش بوضع استثنائي كثير قال اذا هو قدر حط لهم شويه بسمه على وجههم اكيد اكيد يعني مش غلط اكيد اكيد والمضحك والمضحك وقت يمشي حد العالم بصير تعمل هيك خلص وقت يشوفونا بصير يضحكوا دغري سبونتينيسلي عن جد اذا قادرين انه نغير لهم شويه جو مع كل هالتعب اللي عم بيعيشوه هنيك معلش لا انا بدي اسمع في الحالات الانسانيه عم بيشتغل عليها لا بدي اسمع حالي انا اول شيء بدي اشكرك اهل طرابلس بيشكروك كثير 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 بقول لك يا معلمتي شكرا على المبادره الحلوه اللي عملتيها وخبرينا اكثر عنها قدرتي جمعتي هلا بدنا نحكي عنها قدرنا نجمع 226 حصه رح نحكي عنها بالريبورتاج رح نشوف الريبورتاج بس خلصي بس بدي اقول لك عن جد انا معلي رح اسمح لحالي احكي باسم كل اهل الشمال انه نحن كثير بنحبك شكرا وبدي اقول الامك والبيك عن جد الله يخلي لكم اياه لانه بعقد ميرسي عن جد هلا انت عرفت كيف جيت في عنده واحد تاني هو زيته كمان هلا انت عرفت كيف جيت تعرف كيف بدك ترجع بال عن البلكون على راسي معلمتي بس بدي قهوه مع كبستين هلا القهوه برا برا بتطلع على البلكون هلا الهواء شرقي غربي بتوقف شرقي غربي بيرجع هو كثير كمان يلا زاف الاعلان درغام ثانك يو حبيب القلب مثل العاده ثانك يو